قال الخيط هذا، هات هات شوف، اللهم بارك. انا قال الخيط هذا صراحه مبرد، والعبار اللي بغيتو فيه كاين موجود الحمد لله. كما حنا تندير البزاز ونص بالثمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا اعزائي المشاهدين ومرحبا بنا زعما في القناه، والف مرحبا. اليوم تجينا وجبنا معنا الحرير الخير ديجيتال واثمنه مناسبه. راكم شفتوا الدخله ديال الفيديو، شفتوا الالوان، وغادي نطلق عليكم باش نوريكم كما يقولوا الصوت والصوره. وداك الشيء تبارك الله حرير، وداك الشيء صيفي وغزال، وصراحه الثوب ديالو زوين، وزواقات جداد، زواقات ديال ماشي معاودين، زواقات ديال هذا العام ان شاء الله. تنخدمو شي حاجه اللي جديده الحمد لله، الناس اللي تيثقوا فينا تتقدموا من عندنا. المهم الثمن ياك، الثمن 100 درهم الكوبو، وتدي خيط مزيان. ها نتومايا باش نزيد ناكد لكم، حيت هو الخيط تشدو من هنايا. ها نتوما، ها نتوما، ها زعما باش تعرفوا الخيط من البوليستر. المهم على اي مهم انا شرحت لكم. وهذا الخيط هذا راه الثمن درنا له كما تنقولوا 52 100 درهم. وعندنا العبار شحال ما خصكم، كاين اللي تيبغي 3 متر، واللي تيبغي مثلا 4 متر، تيبغي يدير كساوي. بالنسبه للخياط راه تنديروا بالجمله والتقسيط. المهم اللي بغيتوا شي حاجه مرحبا. المهم جوجونس نبيعوها حنايا 100 درهم، ولا بغيتوا العبار ثاني راه كاين العبار ديال 3 اوات. المهم كما قلت لكم، المهم على اي. واول حاجه بعدا نشرح لكم مزيان، المهم كتابوا قريتوا من عندنا الغراض، الكليان ديالنا اللي في قنيطره واللي خارج قنيطره تيتقدموا من عندنا. اول حاجه ما ياخذوا من عندنا يخشوا في سطيل ديال الماء تقريبا شي ساعات، الماء كان تاشبع الماء مزيان، ونشروا في الظل ماشي في الشمس، ومن بعد يديو الخياط باش ما يعاودش يشرب لكم. المهم داس شرح شرح لكم مزيان، الله يسخر. المهم نكمل لكم الوان، هذا اللون الاول، هذا اللون الثاني، هانا هذا تبارك الله اللون الثاني. في الوان تبارك الله زويونين صراحه، بياسات نقيين، وداك الشيء ما مجلطش. ها نتوما تبارك الله، تبارك الله الزيتي مع الماروش تبارك الله، الوان صراحه متلاصقين، وتتمر تبارك الله زويون. وما تنساوش لي اول مره دخل عندنا الباج، ما ينساش واحد كما تقولوا ابوني باش نطلع بقيت له الفيديوهات. واللي دخل عندنا راه يبارطاجي مع العائله ديالو، مع الحباب ديال الحباب ديالكم، وان شاء الله ما يكون الخير. مرحبا، ها شوف تبارك الله الغزان ديالك كي داير. صراحه داك الشيء ناشط ما شاء الله، صراحه زوين زوين صراحه، حرير ونازل ومبرد وخير، ما تاخذوش شي حاجه اللي فيها البوليستر خير. راه تبارك الله راه باقين فيه اللوان، وباقين صراحه ما نوريكم، وريناكم هذا الشيء اللي بعدا اللي غنقدو عليه، حيت باقي السلعه ما باقا ما تكاداتش. شوف تبارك الله كي داير ما شاء الله، البلو مارين هذا شوف وين واعر هذا ما شاء الله. بالنسبه للقنيطره جليليبا فراشال كساوي صايات سراول قال قال الطالون، المهم قوامج بالنسبه للرجال هذا الله لا صراحه قوي من جوج واعر الرجال. المهم صراحه البياسات ناضيين كما تنقولوا. ها والتمر 100 درهم، التمر صراحه جوج ونص تبارك الله خير، كوبو في جوج ونص تبارك الله راه خير 100 درهم، راه الثمن مناسب. هانا هانا الزواقات اخي، ما كاينش ما تلقايش زواقه معاوده، ما عندنا الزواقه ديال العام اللي فات نعاودوها، تتعرض علينا ديك السلعه مثلا باش نجيبوها، نجيبو السلعه اللي نقيه تفرح الكليان وتفرح كما تنقولوا الناس القلوب ديالهم. صراحه بياسات ناضيين وما مجلطين، شوف تبارك الله كي دايره الزواقه هذه، شوف تبارك الله ما شاء الله، والوان وارد
الوان متلاصقه. هذه اللون الاول ديالها، شوف تبارك الله كي دايره. تنحل لكم باش تبان لكم حتى الزواقه، تنحل لكم تتبان حتى الزواقه، ما تبقاش تعرفوا شنو تاخذوا. ها شوف تبارك الله كي دايره، شوف تبارك الله كي دايره اللون هذا. ها شوف تبارك الله ما شاء الله. شوف لي الغيان كي داير، شوف 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 تبارك الله الوين كي داير ما شاء الله. شي زوين انا عريتيني الفاني، هادو زواقات ورده ديال الفاني انا اخويا انا. تبارك الله كي دايره هادي ما شاء الله، جوج وخمسين مية درهم ثمن مناسب. هادو صراحة زواقة زوينة، شوف هاد الصومو هذا كي داير. ماشي كملت نعاود نقول لكم، راه العبار جوج ونص، اللي كتب وخدات من عندنا والكليا اللي تيتقدموا من عندنا راه عارفين كيفاش نشرحوا لهم في الحانوت. تخشف الماء، اي كوبو ديال الخيط خشيتي في الماء واحد الساعه في المكانه عاد تزيد شبع ما ونشري في الضب. هذا هو اللي كاين، هذا البلومارين تبارك الله. البلومارين كي داير صراحه داك الشيء زواون تبارك الله. اللون الخضر كي داير، هذا لوين تبارك الله ما شاء الله صراحه. ها الوان صراحه تبارك الله ما هين ناضين. هذه الزواقه الثانيه، الزواقه الثالثه، هذه الزواقه الرابعه، وباقي المهم ندوزو لكم تقريبا شي خمسه الزواقات وشي الاخر ثاني ان شاء الله. ثاني غدا ندوزو ان شاء الله لك شاب. شوف تبارك الله كي داير هاد اللوينات هادو، شوف 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 داك الشيء تبارك الله ما شاء الله صراحه. داك الشيء زواون والاثمنه مناسبه، واللي خدم عندنا شي حاجه مرحبا به. الحمد لله شي حاجه تتحط جديده تنوريوها لكم، قديم ما نعاودوش نحطوه، قديم راه باين. شوف تبارك الله كي داير هادي ما شاء الله، داك الشيء زواون صراحه. وتدي خيط زواون، تدي خيط زواون اللي ما كيما تنقولوا اللي صراحه اللي زعما اللي ما يشرب لك ما والو. راه قلت لكم اول حاجه ديروه في الماء، راه تنعاود نقولها لكم تنأكد لكم، ديروه في الماء ساعات المكانه في الماء، ومن بعد تهزو من كيما تقولوا من البانيو تشرب في الضل يبرد كيما تنقولوا ينشف على الضل صافي. من بعد دير الخياط وعلى حسابنا شي بقى داك الشيء الاخر. شوف تبارك الله اللوينه الكرونه كي دايره هذا، شوف تبارك الله كي داير ما شاء الله. الوان الوان صراحه زوينين، شوف تبارك الله هذا الزيتي هذا. ها شوف تبارك الله هذا الزيتي ما شاء الله، داك الشيء زوين صراحه. شوف تبارك الله هذا الفيغ هذا، شوف كي داير، شوف تبارك الله، شوف 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 الفيغ مع ديك البلوسيال مع شوف تبارك الله. الوان ما شاء الله صراحه، يا سعد ناضيين الله يلا نهار صراحه. هذه اخر زواقه ديال المر في الخيط، شحال من واحد يسحب هذا الحرير ديك الستان، لا هذا ديال الخيط هذا. هات ها انتم اللهم بارك، انا ديال الخيط هذا صراحه مبرد، والعبار اللي بغيتو فيه كاين موجود الحمد لله. كما حنا تندير دابا جوج ونص بثمن 100 درهم، هادشي اللي تسالون. ها انت اللون الثاني ديالو، راه اللون ماشي بحال اللون، كاين اللي شويه محمر كاين اللي شويه ديال الصفوره. المهم ها انتم تبارك الله هذا كي داير، الوان ما شاء الله داك الشيء زوين. شوف تبارك الله اللوين هذا كي داير، وا لون ينسيكم في لون. اوه شنو نقول لكم ما شاء الله، داك الشيء صراحه زوين ديال الخيط، شي حاجه راه ماشي 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 الستان ديال الخيط. هانا هذا هو اخر لون من الالوان ديال كما تقولوا في النمر. هذاك اختي 60 درهم من الميتر، نتصايب معاك اختي، شوف اللي بغيتو نقص لك شويه. هذا هو اخر لون من اللوينات، تبارك الله كي داير ما شاء الله صراحه، بياسه زوينين. وما تنساوش كما تنقولوا كما تنقولوا ما تبخلوش علينا بواحد البارطاج مع العائله ديالكم، وحتى مارك ما عرفتو 100 درهم الكوبو. والسلام عليكم، الله يسخر الجميع، وبركوا على داك ابوني عاودوا بركوا عليه وبارطاجيو. والسلام عليكم.